أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أكد على المكانة والتاريخ العريق الذي تتميز به مملكة البحرين والقائم على التعايش السلمي ونشر قيم التسامح والاعتدال والانفتاح على مختلف الثقافات والحضارات وتمسكها بقيم العدل والمساهمة في ركب الحضارة الإنسانية. جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر صخير هذا اليوم المساهمين والمشاركين في فعاليات هذه البحرين والتي ستقام في جمهورية إيطاليا الصديقة الشهر المقبل، وينظمها اتحاد الجاليات الأجنبية في مملكة البحرين بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الدينية والجمعيات الأهلية في البحرين، وذلك للسلام على جلالة الملك المفدى، حيث قدموا إلى جلالته إجازا حول هذه الفعاليات للتعريف بمملكة البحرين وإبراز إنجازاتها ومكانتها الحضارية والإنسانية. وفي بداية الاستقبال رحب جلالة الملك المفدى بالجميع شاكرا لهم مساعيهم الطيبة، ومشيدا جلالته بجهودهم الموفقة في إبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين والتعريف بمخزونها الثقافي والمعرفي وأهم منجزاتها التي تحققت بفضل سياسات الانفتاح والتعددية والتعايش والتسامح التي انتهجتها البحرين على مر التاريخ. وأكد جلالته أن مملكة البحرين بلد التعايش، امتزجت فيها الآراء المدنية والعادات الاجتماعية المختلفة وواكبت التطورات القانونية واحترمت جميع الأديان، وهذا هو ما حفظ البحرين من التعصب والتطرف، معربا جلالته عن تقديره ومساندته لهذه الجهود الخيرة التي تؤكد للعالم بأن البحرين ستظل حاضنة لجميع من يعيش على أرضها ويعمل لخيرها وصلاحها دون أي تفرقة أو تمييز. كما أكد جلالة الملك المفدى أننا في البحرين فخورون بتنوعنا وتعددنا وإيماننا الراسخ بأن لكل فرد الحق في التمتع بحياة آمنة وكريمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المملكة ماضية في نهجها للحفاظ على ثوابتها وركائزها القائمة والحفاظ على الحريات واحترام كافة الأديان والثقافات وتقدير كافة الكفاءات والخبرات، وستبقى البحرين بعون الله موطن الوسطية والاعتدال المنفتح على العالم والفخور دوما بإرثه وثرائه الحضاري.
وخلال اللقاء ألقى سعادة السفير دومينيكو بيلاتو سفير جمهورية إيطاليا الصديقة لدى مملكة البحرين كلمة توجه في بدايتها بجزيل الشكر لجلالة الملك المفدى على الإذن له بإلقائها بلغته الإيطالية الأم بين يدي جلالته، معربا بأنه شرف عظيم. كما أكد سعادة السفير أن هذا اللقاء يعد فرصة سانحة للتأكيد على رسالة الصداقة الإيطالية البحرينية التي يتردد صداها طيلة فترة عمله كسفير لبلاده إيطاليا في مملكة البحرين، معربا عن تطلعه في المستقبل للمزيد من تدريس اللغة الإيطالية في المدارس والجامعات الحكومية في البحرين. وأكد السفير الإيطالي لجلالة الملك المفدى أنه لن يدخر جهدا في المزيد من تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين لخدمة المصالح المشتركة بين شعبين، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الفرص المشجعة على الاستثمار في شتى القطاعات الثقافية والاقتصادية بالإضافة للحوار السياسي. وقال سعادة السفير: نحن في إيطاليا ندرك مدى إصرار وعزيمة جلالتكم على إقامة الحوار بين الأديان وتعزيز التعايش الديني، ونقر بأن ذلك قد جعل جلالتكم وبلادكم مملكة البحرين مثالا رائدا من خلال الاحترام المتبادل المتاح في مجتمع التنوع الثقافي والديني. وفي غضون بضعة أسابيع قلائل سوف تبدأ فعاليات مهرجان هذه هي البحرين في العاصمة الإيطالية روما بمشاركة وفد بحريني كبير يمثل شتى أطياف المجتمع البحريني، وسوف نسعد باستقبالهم وضمان نجاح المعرض الدولي المصاحب للمهرجان وفقا لفلسفة جلالتكم الحكيمة لتحقيق الألفة بين الناس من شتى الأديان والثقافات وتعزيز السلام. وأكد السفير أن مهرجان هذه البحرين في روما سيكون بمثابة منصة لاستعراض أجواء الحريات الدينية في البحرين وللإنجازات التي حققتها حكومة مملكة البحرين من خلال حضور العديد من الوزارات. وأشاد سعادة السفير الإيطالي بمدى التنمية الاجتماعية والرفاهية الشاملة في مملكة البحرين والمتمثلة من خلال الجمعيات الخيرية والأندية والنقابات والتي تعكس مدى حيوية ونشاط المجتمع البحريني. كما نوه بزيارة جلالة الملك المفدى لقداسة البابا حين تفضل جلالته بتقديم نموذج لكاتدرائية ليدي أوف أرابيا لقداسة البابا والتي سيتم بناؤها على الأرض الممنوحة كهبة من لدن جلالته، معربا عن تطلعه لتنفيذ هذا المشروع الذي هو مثال آخر على التسامح والتفاهم. وأعرب السفير الإيطالي عن تقديره لجلالة الملك المفدى لتأسيس كرسي لتدريس الحوار والسلام والتفاهم بين الأديان باسم جلالته في جامعة روما، وقال إنه لمن دواعي غبطتنا أن تكون عاصمتنا قادرة على توفير هذه الوسيلة للتواصل الهام مع الشباب والحيلولة دون وقوعهم في مخالب التطرف والراديكالية وتعزيز القيم التي عرفتم بها جلالتكم وعرفت بها مملكة البحرين. وأكد سعادة السفير الالتزام الصادق لجلالته بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، معربا عن تطلعه لتقاسم تاريخ النسيج الحياتي الثري بين مملكة البحرين وإيطاليا. وقد أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى عن شكره للسفير الإيطالي على كلمته وإشادته بمملكة البحرين وعلى جهوده لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيدا جلالته بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا أن جمهورية إيطاليا هي دولة مهمة وصديقة وأن مملكة البحرين تتطلع دائما لتعزيز مجالات التعاون معها بما يخدم مصالحهما المشتركة، متمنيا للسفير دوام التوفيق. Thank you, Ambassador. I am honored to be part of what you are all and what we are all doing in getting everybody together. And that's not something I would call new to Bahrain. It's been like this, I believe, for, if not thousands of years, hundreds of years. Bahrain is like, let me put it, Alexandria. Where in Alexandria, in the old days, people lived together. They joined together.
with their philosophies, with their religions, their sects, languages. They respected each other. And they produced a wonderful community that protected Alexandria against extremism, against whatever a human nature does not like. We are proud to say that Bahrain, and Bahrainis in particular, have always welcomed people coming from all over the world to live, to study, and Bahrainis as well, went to the others and around the whole world, trying as well to learn with respect to their cultures, to their religions, without making one enemy. Their aim in life is always to make more friends. And that's their nature, which makes me proud of being what I am. When we started, let me call it, not movement, but this lifestyle, civilized, advanced, good thinking, everybody supported us. And everybody wished us the best. And again, I am proud and honored to be able to manage this effort with you. The chair holding my name, teaching young people from all over the world, I hope it teaches this. You know, what Bahrain think, what Bahrain does, what Bahrain did. Of course, some of things that they say about what Bahrain is doing, well, I don't see it really. All I see is what I know. And what I know are great values with great respect to all our religions, to all our cultures, to our all civilization, wherever it is. Bahrain was never a center for slavery, was never a market for slavery. We didn't sell slaves in Bahrain. Actually, we freed them in Bahrain. And they ran away from all over the region and worldwide, seeking refuge and being released. That's what I read. I don't know, but you know, there could be, but the history I've read, the history I know, Bahrain has been the country of free men. And when lately people were talking about Bahrain should give more freedom, it was not pleasant for Bahrainis who feel free for hundreds of years, for thousands of years, to be told that you are not free and you need to be freer. But if we look at things, when we compare, I think we have more freedom than anybody else. I mean, thank God, you know, we don't have a lot of legislations to really get us not doing anything but to be with a lawyer next door to you. We are still free. We can do our way of life. They talked about how bad Islam is. Well, Islam is nothing to do with it. Islam means peace.
And actually, people talk about the period before Islam. We call it al-jahiliyyah. Al-jahiliyyah, which means when people have no sense. And some of them became Muslims, but with al-jahiliyyah in his mind and in his heart. And now that's not Islam. And it's been very difficult to differentiate, you know, for anybody to see or to understand or to notice the difference between who is the Muslim and who is al-jahili. To me, we are all Muslims, including yourselves, because we all love peace. We all love one another. We all love good values. And that's what it is all about. Nothing else. Nothing else, nothing special. And we all believe in one God. And that's important. But how? What is the way to it? How to do it? That's something else. But our God is one. And lately, it's important that we differentiate between al-jahiliyyah and Islam. Now, it takes scholars to write books on this issue because the line is very thin and you can't see it very clearly. I can, because I've been brought up as Muslim. Which means people that are safe from the use of his hand and his tongue, that's a good Muslim, which means he will speak well, he will make friends, and so on. So when we talk about universities, scholarships, and students, I only wish and hope that we teach them what we really have seen ourselves, because it's a pity they don't know this. It's a pity. If they don't know it, I mean, we have not transmitted it to them. So really, I trust you. You will do your utmost. Like, in a very short period of time, you've been all over the world, and a lot of successes happened together from different parts of all cultures with different ideas, but I'm sure you were all linked by one, and that is goodness in this world. And I'd like to thank you, Ambassador, thank you, Patsy, thank you all for what you have done for Bahrain. Thank you. Thank you. Your Majesty, thank you so much for honoring us with your very profound words and for your message of love, interfaith dialogue, and peaceful coexistence, which is at the heart of the Bahraini way of life, and which This Is Bahrain looks forward to bringing to Rome, Italy, on November 9th until the 12th. Thank you all so much for being with us, Your Majesty, Your Highnesses, Your Excellencies, ladies and gentlemen. We look forward to seeing you at the event in Roma, Italia. Thank you very much for this afternoon. Thank you.